فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين من أسماء الله الحسنى آه، اسم يحلم آه، بنيله كل إنسان وهو اسم العدل لغويا ماذا تعني كلمة العدل؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه العدل ببساطة هو ضد الجور أو ضد الظلم ده الـ يعني المعنى المختصر المعنى وان كان يعني في عند يعني المناطق لا يصح التعريف بسلب شيء يعني لكن هو هكذا انه ضد الجور وهو طبعا الاستقامه وهو الحق كل هذه المعاني تدخل في العدل يعني اسم العدل سبحان الله لم يرد في القرآن الكريم صراحة لا اسما ولا فعلا طيب اين نجد اسم العدل في القران الكريم؟ نعم لكن قبل ذلك اسمح لي ان حضرتك سالتني عن العدل بالمعنى اللغوي ولكن هو مستخدم طبعا كمصطلح في خاصه في اسماء الله الحسنى وفي التفسير وكذا وكذا, وكذا وفي العلوم هو من من تعريفه انه تصرف المالك فيما يملك يعني المالك حين يتصرف في ملكه اذا ثبت له الملك اولا ثم يتصرف فيه كما يريد فهذا هو العدل يعني هو مقبول من هذه الصوره وحتى احنا في مخاطبتنا الجاريه اقول لك من 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 حكم في في, مال، في ماله فما ظلم فما ظلم آه. فما ظلم فاذا يتصرف كما يشاء فيما يملك ومن هذا المنطلق حين نقول ان 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 الله سبحانه وتعالى هو العدل انه يتصرف في ملكه بما يريد وسالت حضرتك انها لم ان هذه الصفه لم او هذا الاسم لم يرد في القرآن الكريم نعم لم يرد في القرآن الكريم وان هذا لا يعني انه لا يكون اسما من اسماء الله الحسنى كيف ذلك؟ هو مثبت في القرآن الكريم ومثبت في السنة ولكن نتعرف الأول على طريقة الإثبات آه. أحيانا يكون التعبير عن الشيء بتضخيم نقيضه يعني بتضخيم الضد بتاعه ويعني ترويع سامعين فيه يعني اثبت من اثباته اثبات الاسم باسمه المتبادر حينما يطلق وده حصل فعلا بالنسبه للظلم ده حصل بالنسبه نعم القران الكريم مش سبب العدل ولم يترك يعني صفه العدل او اسم العدل وهكذا بالعكس ايات عديده تفوق ال انا احصيت مشتقات الظلم 271 يا الله 271 موضع شيء عجيب شيء واه. عجيب وده يفسر لك أن الله لم يحرم على نفسه شيئا إلا الظلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أو لا تتظالموا فالقرآن تحدث عن الظلم وتحدث في أكثر من تسعين آية عن عاقبة الظلم صحيح وعن عقوبة الظالمين 91 <تصوح> مرة تقريباً 91 مرة ولكن الواحد يعني لم يستطع أن أه يضرب أمثلة يعني حسب إيه ولا إيه وطبعا يعني ال يعني يعني تنويعات من العذاب أو من العقوبة في الـ في في, في الظلم ده ولذلك احنا يعني على يعني من المشاهدين ما من يشعر من بأنه وقع في هذه هذا الذنب ففرصة رمضان يعني تدفعه دفعا الى ان آه يعني يتحلل من المظلوم ومن اجل ذلك يعني مثلا الاحاديث الوارده في الحج انه يكفر الذنوب اه اتفق العلماء على انه يكفر جميع الذنوب الا مظالم العباد فيرجع بها كما هي الحج وقالوا الغفران يعني غفران او التحلل من الظلم هو إما الأداء وإما الإبراء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان معلش أنا بتوقف لأن الظلم ده ده كلام مهم ده جدا يا مولانا فعلا ناس كثيرين جدا طبعا. لا ينتبهون إلى عاقبته. حتى يعني جدتنا اللي هم يعني لهم كلام يقول لك الظلم لو ما لقيش حد يقعد في الحيطان. معناها إيه دي يا مولانا؟ معناها أن وراك وراك إذا ما, ما وفيتش يوفي ابنك. ما تخرب البيت يبقى حيطان. يا الله النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما كل صبح يستعيذ بهذا وكان من دعواته يعني وان اعين ظالما او اخذل مظلوما. حتى ان احنا نعين ظالم. عانت الظالم اصلا أن اعانه على سلط عليه الظالم. اه اه فالناس مش منتبه لكده وكثير من ما يحدث في داوين الأعمال وفي حتى في الأسر والعلاقات تجد المشاكل دي موجودة ولذلك وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ وَإِنَّ اللَّهَ لَمُفْلُ الظَّالَمِ الآخر هذا يعني القرآن مليء بهذه الـ يعني التحذيرات للظلمة والظالمين طيب فين العدل يعني؟ ليه ما قالش العدل؟ هو طبعا احيانا يكون الشيء يعني اثباته بابطال نقيضه او ضده ابلغ من اثباته بصفته. فاذا القران الكريم حينما توعد الظلم والجور والظالمين ده كل يعني وعيد في هذا يثبت العدل وضروره العدل وأن العدل هو المطلق هو لله سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى أن القرآن الكريم حين يبطل الظلم وحين ينعى على الظلم يثبت العدل. خاصة وأن الله سبحانه وتعالى يعني نفى عن نفسه أنه ليس بظلام للعبيد وما يعني وأن وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم فهو نفى عن الظلم في أكثر من آية وما ظلمهم وما ظلمناهم وأن الله لا يظلم الناس شيئا شوف شيئا نكرة في سياق الـ الـ يعني ولا ذرة ولا ذرة آه تعم كل شيء فالله سبحانه وتعالى يعني قرر هذا بما يعني انه العدل بما يعني انه العدل اذا ربطنا فضيله الامام ما بين اسم العدل ومعنى اسم العدل والمشيئه الالهيه ان ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء فيما يملك نعم طيب ما العلاقه بين المشيئه الالهيه والعدل الالهي نعم. شوف يا سيدي يعني الله سبحانه وتعالى له أفعاله في العباد ومقاديره تجري كما أراد. منها ما يعني يتصور الإنسان أنه أذى وضرر له. ويتعامل مع هذا على أنه ليه ربي وأنا عملت إيه واللي بيحصل ده يعني. لكن هو ما بيفهمش حاجتين. أولاً أن يعني الله تصرف في ملكه وإحنا قلنا ما حكم من حكم في ماله ما ظلم فما تقدرش هو يتصرف في ملكه وانت احد يعني مش حضرتك اللي هو هذا الشخص وكل الناس انت ملك فحين يتصرف في ملكه هو اذا لا يلام ولا يقال انه ظالم او لا يتافف من حتى مع يعني مع الذين يصبرون فاذا عندي مبدا وهو ان الله سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه وقلنا ان الذي يتصرف في الملك عادل مش ظالم. مع الحين حين نقول ليس بظالم بالضروره هو عادل. لان الواحد يا ظالم يا عادل ما فيش وسط. طبعا. طيب هذه مقدمه يجب ان نفهمها. المقدمه الثانيه ان الله سبحانه وتعالى اثبت او ثبت له العدل في القران الكريم. عن طريق انه نفى الظلم عن نفسه، هو مش لم يكتفي بانه بأن نعى على الظالمين وعلى الظلمه بالعكس ايضا نص على انه ليس بظالم انما يستحيل انك انت تصدق القران وان الله قال انا لا اظلم ثم لما تصاب بضرر تشعر بانك مظلوم ده تناقض آه. تناقض فاذا الايات الـ 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 التي وردت في القران تنفي والله صريح صرح وما ربك من شوف ظلام وظلمناهم وظالم كل ده نفاه قال يعني انا مش كده سبحان الله و... وفي المقابل لم ترد كلمه العدل اطلاقا أمنى. منسوبه ل... لربنا سبحانه وتعالى أيوة صراحه اطلاقا من... من انه يذكر العدل ويمشي آه طبعا لأن... طبعا لان احنا العدل ما يهمناش اثباته بقدر ما يهمنا التاثر بضده طبعا بضده اللي هو الظلم آه طبعا فهذا ه... هذا ثاني يعني حاجه انه حكم في ملكه ثانيا أننا آمنا بأنه لا يظلم ولا مثقال ذرة ثالثا طب نعمل إيه بقى في اللي حصل لنا ده اللي حصل لنا ده إذن يفهم على أنه مقدور إما للمصلحة بحسب ما قال الشيء آه. وهو ناس كتير تظن ظلم في الأول ثم بحسب ما قال الأمور بعد ذلك يعني يكون عدل العدل وفوق العدل كمان يعني حينما أصاب بضرر أنا يعني أفكر فورا أن هذا إما أن يكون كفارة ما أن يكون خيرا لي ما أن يكون رفع درجات لي وبالصبر وكذا وكذا آه وثم أنه سبحانه وتعالى يعني وضع الشيء في موضعه هو العدل المطلق وإذا كان باقي وقت يعني الإمام الغزالي دي أه هنا أه تشبيه جميل أو قال لو فرضنا أن في ملك يعني فتح خزائنه وقال أنا حدي الـ يعني العلماء حد السلاح للعلماء وحسلمهم الجبهات وحسلمهم القتال وحسلمهم كلها اللي هم مالهمش في القتال اللي هم مالهمش في القتال لكن حينفعهم بديهم وحد الفلوس للجنود لا حد الكتب للجنود عكس ايوه والمكتبات والتعليم والمدارس والمساجد حديها للجنود وحد مثلا الاموال للاغنياء اجيب الاغنياء واديهم الاموال هو هنا الامام الغزالي بيقول لك ده نافع ولكن ده ليس عدلا ده ظلم فاذا قد يكون النفع مع الظلم هو بيفك عمليه ان انا لما يجيني اذى يبقى ضرر ولما يجيني نفع يبقى عدل او لما يجيني اذى يبقى ظلم ولما يجيني يقول لك اهو الناس دول انتفعوا ومع ذلك ظلموا لان يقولون فعل الملك ده ظلم لكن لو مثلا سقى المريض دواء مرا أو عاقب المجرم بجلده أو كذا أو سجني أو كذا ده أوصل له ألم يعني أوصل له أذى ومع ذلك عدل آه. فهو بيفك حكاية أن أنا كل ما تأذى أقول فين العدل أو كل ما أصاب بضرر أقول كذا الجوع في الصيام نعم الجوع في الصيام الجوع في الصيام هو عدل أيضا طبعا هو عدل لأنه رغم, رغم أيضا. أنه ألم وكل التكاليف الشرعية بشكل ده هي ألام طبعا فإيصال يعني هذه التكاليف ليست يعني رغم انها الم انما هي ليست ظلما طب ألم اهل غزه يا مولانا كيف نفس الشيء طبعا ده هي يعني حيكون لهم منزله اصل يعني ما تقيسش بيه الحساب هنا ما هو ممكن دول 100 شهداء هو الواحد لان يموت شهيدا خير لانه يمكن لو ماتوا في مكانهم وبلدهم هذا بدون يعني هم قاعدين وهم بيشوفوا التلفزيون وهم فسح وكذا لن يبلغوا مبلغ مبلغ الشهيد او منزله الشهيد في يوم القيامه كما اقول لحضرتك كما تفضل فعلا القضيه الفلسطينيه يعني ضخت فيها الحياه من جديد ولا يمكن ثاني حتتنسي بكثير من الدماء طبعا ده يعني اه اه دفع فيها ثمن لكن تستحق اه فعلا وان هؤلاء الناس يعني سمعه الغزاويين بعد كده سمعه كبيره جدا. دول في العالم أبضال. كله. ابطال في العالم العالم كله سار و... و... وتظاهر آه... ت... يعني تحيه لهذا الشعب. فأدي له طبعا كله يطالب بايقاف وان ما حدث والاطفال وكذا والمساعدات وكل يعني تغيرت المعادله. سقطت صوره اسرائيل المظلومه اللي هي محاصره بمجرمين. هذه الصوره في الغرب اللي كانت موجوده سقطت الان ولن تعود مره اخرى فضيله الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الجامع الازهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الموصول ومشاهدينا شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعه ونلتقي واياكم مع الامام الطيب في حلقه مقبله باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته